يا حاملا صليب الفداء، صليب الفداء، مر من صومنا نحن الذين نحيا الوفا، حبك في قلبنا، أمامك ننحني، أنزل صليبك، دعه على أكتافنا وارتع عندنا قليلا، طريق الخلاص طويل على مد أمانك. يا حاملا صليب الفداء، صليب الفداء، مر من صوبنا نحن الذين نحيا الوفا، حبك في قلبنا. بيتوخ قالو هو عيلات وقدم من بيلوخ صادات ملكوش ما ينوح صولي خولدا أحطيت له ملكوش ما ينوح صولا خلدا تينا صلاة على إيمات الموران قاله قبيل قربونه نترحم عليهم بصلوته. الله معنا، لزموا المنازل وقدسوا معنا بمبادرة لطيفة ملء الإيمان والاتكال على نعم الرب، وبعد بركة السلطات الكنسية تطلق إدارة تلفزيون الام تي في مشكورة محطة يومية عند الساعة 5 بعد الظهر لنحتفل بالذبيحة الإلهية من استوديو الام تي في مع جميع المشاهدين، حتى كل بيت يصير كنيسة منزلية ونلتزم ببيتنا ونخفف من انتشار فيروس الكورونا. منتشارك بالذبيحة الإلهية على نية شفاء المرضى بوطننا لبنان والعالم كله، راحة عن نفس الموتى وتعزية لأهلهم. نتحد بالصلاة ومنشترك بالمناولة الروحية يلي بترتكز على الرغبة الجامحة في تحقيق المناولة الفعلية ضمن مشاعر المحبة مثل ما بيعلمنا وبيقول القديس توما الأكويني، والرب بيرضى بهالمناولة الروحية وبيقدم لنا كل النعم يلي نحن بحاجة لإلها. منصلي مع المؤمنين، مع الأخويات، مع الجماعات الروحية، مع العائلات ببيوتهم، ومنطلب من الرب أنه يقبل قديسنا. أمين. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. آمين. أهلنا يا ربنا يسوع المسيح أن نسبحك، أنت الغني الذي لا تنقص مواهبه الصالحة، ونشكرك على ما صنعت لأجلنا من آيات ومعجزات وتدابير خلاصية، يا من وهبت البكم نطقا والسمع سمعا والعمي بصرا والبرص طهرا والمقعدين قوة والمرضى صحة والموتى قيامة. يا ربنا وإلهنا لك المجد والشكر، وليابيك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام للبيعة ولبنيها. المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام ورجاء الصانع لبني البشر. برخ مرابون لنرفع عنا التسبيح والمجد والإكرام،
إلى الطبيب السماوي الذي شفى وجعنا وافتقدنا بمحبته الوافرة، إلى الرؤوف الذي شفق علينا وأقامنا من وهدة الخطيئة برأفته. برخمور أبون الصالح الذي له المجد والإكرام في هذا النهار وكل أيام حياتنا إلى الأبد. آمين. لك المجد أيها الطبيب السماوي، من شفى جراحنا يا ينبوع شفاء، أفاض على جميع مواهب وعطايا، يا كنز بركات وجده المساكين ففرحوا، يا مائدة أفراح اقتات منها الجياع فشبوا، يا كرما فيه أين عالي باس، يا نورا شاهده العميان فاستناروا، يا بخورا تنشقه الخطأ فتبرروا، يا بحر حنان غاص فيه البرص فطهروا، يا صوتا صارخا فتح أذان الصم فسمعوا، يا ينبوعا أجرى للحياة للمائت، نبتئل إليك العطر هذا البخور ونسألك في مسأل مراحمك أن تشفي مرضانا وتفرج المتضايقين بيننا، قدس نفوسنا وأجسادنا واشرحنا بأثواب المجد اللائقة بمحفلك السعيد في ملكوتك السماوي مع قديسيك، أرح موتانا وجميع الموت في ديارك المجيدة. برخ مور أبون فنرفع المجد والشكر إليك وليبيك المبارك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. يا ابن الله أنت الآتي كي تشفينا، فاسمع صوت الحب واشفي المرضى فينا، أنت أمن العلوين والأرضين، أمن جمع المؤمنين واهد الضالين. أيها الطبيب السماوي، اقبل بخورنا واجعله لرضا ألوهتك وخلاص شعبك وحفظ ميراثك، هب لنا السلام، قونا فنعيش معك ونشهد لك بصدق وأمانة جميع أيام حياتنا، وننعم برؤية وجهك الإلهي إلى الأبد. آمين. قديشات آلوه قديشات حايلتونو قديشات لوميوتو اترحم قديشات آلوه قديشات حايلتون قديشات لوميوتو اترحم علي. قديشات آلوه قديشات حايلتون قديشات لوميوتو اترحم علي. أيها الرب القدوس الذي لا يموت، قدس أفكارنا، نقي ضمائرنا، فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة، لك المجد إلى الأبد. آمين. أولى آيات الرب في قانا عهدا جديدا خمرا أسقانا. أعلنت آية الرب القدير، رأينا سر الحب الكبير. آيات الرب القدير
أقرأ من رسالة القديس بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس في هذا الصوم المبارك وأمام أبينا المرشد العام وبارك يا سيد. المجد لسيدي بولس والرسل تحل مراحم الله على القارئ وعلى العاملين في هذه المؤسسة الام تي في والمشاهدين وجميع أبناء الرعية، أمين. يا إخوتي، إني أخشى متى عدت إليكم أن يذلني إلهي عندكم، فأحزن على كثيرين من الذين خطئوا فيما مضى وارتكبوا النجاسة والفجور ولم يتوبوا. ها أنا قادم إليكم للمرة الثالثة وعلى فمي شاهدين أو ثلاثة يحكم في كل قضية. قلت من قبل وأنا حاضر عندكم للمرة الثانية وأقول الآن وأنا غائب للذين خطئوا من قبل وللباقين جميعا، إني إذا عدت إليكم لن أشفق، لأنكم تطلبون برهانا على أن المسيح هو المتكلم فيا. فالمسيح ليس بضعيف تجاهكم، بل هو قوي بينكم. أجل، لقد صلب بضعف لكنه يحيى بقدرة الإله، وفيه نحن أيضا ضعفاء لكننا سنحيا معه بقدرة الله من أجلكم. اختبروا أنفسكم، هل أنتم راسخون في الإيمان؟ امتحنوا أنفسكم، ألا تعرفون أن المسيح يسوع فيكم إلا إذا كنتم مرفوضين؟ والتسبيح لله دائما وبارك يا سيد. بكل قلبي أخبر بجميع السلام لجميعكم ومع روحك. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى الذي بشر العالم بالحياة، فلنصغي لبشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. كونوا في السكوت أيها السامعون، لأن الإنجيل المقدس يتلى الآن عليكم، فاسمعوا ومجدوا واشكروا كلمة الله الحي. قال متى الرسول: فيما يسوع مجتاز تبعه أعميان يصرخان ويقولان: ارحمنا يا ابن داود. ولما جاء إلى البيت تقدم إليه الأعميان، فقال لهما يسوع: أتؤمنان إني قادر أن أفعل هذا؟ قالا له: نعم يا رب. حينئذ لمس أعينهما قائلا: فليكن لكما بحسب إيمانكما. فانفتحت أعينهما وانتهرهما يسوع قائلا: انظروا لا تخبروا أحدا. ولكنهما خرجا ونشرا الخبر في تلك الأنحاء كلها. ولما خرج الأعميان قدموا إليه ممسوسا أخرس، وأخرج الشيطان فتكلم الأخرس، وتعجب الجموع فقالوا: لم يرى شيء مثل هذا في إسرائيل. أما الفريسيون فكانوا يقولون: إنه برئيس الشياطين يخرج الشياطين. وكان يسوع يطوف المدن كلها والقرى، يعلم في مجامعهم ويكرز بإنجيل الملكوت، ويشفي الشعب من كل مرض
وكل علة حقا والأمان لجميعكم. من أجل كلامه الحي لنا للمسيح يسوع التسبيح والبركات. برسالة مربولوس يلي سمعناها، يلي مربولوس بحسس المؤمنين إنه هن حقيقة مدعوين يكونوا بكل بساطة سفراء المسيح، ويكونوا عم بيأدوا هالرسالة الحلوة يلي الله أعطانا إياها، رسالة المحبة ورسالة الإيمان يلي بيدعينا بكل لحظة إنه نكون عم نعيشها. إنجيل اليوم في حدث مهم، هو شفاء الأعمى لبل شفاء اثنين من العميان. صراخ الأعميان بدل على إيمانهم الكتير الكبير بالله، وأيضا على طلب الرحمة من الرب يسوع. هالأعميين يلي إجوا لعند يسوع هن عميان ما بيقشعوا، ولكن سمعوا بالعجائب يلي عمل الرب يسوع، سمعوا بأعمال المحبة والرحمة يلي قام فيها يسوع، ولكن أيضا سمعوا بكلمة الملكوت والإنجيل، البشرى السارة يلي كان الرب يسوع عم يعلنا بكل محل. من هيك منشوف نحن إنه الإيمان من السماع، مطلوب منا نحن إنه نكون عم نسمع كلمة الإنجيل، ولما نسمع كلمة الإنجيل بتدخل لأحشائنا، لقلوبنا، لقلبنا، حتى نكون عم نتفاعل مع هالكلمة ومع هالنعمة يلي حقيقة نحن بحاجة لها بهالوقت وبكل لحظة بحياتنا. الرب يسوع يلي الأعميين ما شافوه، ولكن هو يلي قال أنا جئت لهيدا العالم حتى يبصر الذين لا يبصرون، وأنا نور العالم، ما بدي حدا يبقى عايش بالظلام. الرب نور العالم أعطانا النور الحقيقي. هالأعميين ولو كانوا ما بيقشعوا، ولكن في عندهم البصيرة، كان البصر عنهم محجوب، ولكن كانوا عايشين أيمانهم من خلال البصيرة. والسؤال يلي سألوا يسوع، قال لهم رح بتآمنوا أنه أنا قادر أعملكم هيدا الشيء؟ الرب يسوع قبل ما يطلب منا أن نكون عم نحقق الشفاء من خلال نعمته، الرب بده منا الإيمان. من هيك دايماً الإيمان هو المحطة الأولى، هو المحطة الأساسية، ومنا نحن منروح نحو الشفاء، شفاء الروح وشفاء الجسد أيضا. وهون يسوع يلي كان طالب منهم كلمة نعم، وهالنعم مطلوب كل مؤمن أنه يكون عم بعيشها، وكل لحظة عم بقول نعم للرب، نعم بالصحة للرب، نعم بالألم، نعم بالمرض، نعم بالتعب، نعم بالفرح. بكل دقيقة بحياتنا نحن مدعوين أن نكون عم نقول نعم. الرب يسوع حتى تم هالشفاء دخل للبيت، وهون نحن بزمن الصوم لما قالنا الرب يسوع بدكم تصوموا، بدكم تصلوا، دخل إلى مخدعك وأغلق بابك وصلي لبيك السماوي يلي هو عم بشوفك. وهيك كمان أراد الرب يسوع أن يكون هيدا الشفاء مش على الطريق تيكونوا كل الناس عم يقشعوا، ولكن بقلب البيت تيعرف انه هيدي نعمة خاصة الرب يسوع عم بيعطيها لهالشخصين يلي هن عميين، ولكن هن قال لهم ما تخبروا حدا، انما انطلقوا لانه بقلبهم صار فيها الفرح والايمان الكبير حتى ينشروا كلمة الانجيل ويكونوا امينين لهالعطية السماوي يلي الله اعطاهم اياها. بقول لهم يسوع بحسب إيمانكما ليكن لكما. إذن منركز أن الإيمان هو قبل الشفاء، الإيمان هو المحطة الأساسية يلي كل مؤمن بيرفع على الرب، ومنقول له يا رب بكل دقيقة زدنا إيمانا، زدنا يا رب إيمانا بوقت الصعاب ووقت المحن، وأيضا زدنا إيمانا بوقت السلام والفرح والصحة والنعمة. و
ونحن بهاللحظات صلاتنا منرفعها للرب حتى يمن علينا بنعمة الشفاء ويعطينا أكثر وأكثر الحكمة والمعرفة. ومنصلي بهالزمن المبارك من أجل كل مرضانا وكل اللي عم يتألموا، ومنصلي أيضا على نية كل الباحثين يلي عم يبحثوا وعم بينبشوا حتى يلاقوا حل ودواء وعلاج لمرض فيروس الكورونا، حتى الرب يلي أعطانا الحكمة أعطانا المعرفة نكون نحن عم نجندها من خلال خدمة خينا الإنسان. صلاتنا منرفعها بشفاعة أمنا مريم العذراء سيدة لبنان وتعزية الحزانة وشفاء المرضى يلي هي بتمن علينا وبتتشفع لنا دايما عند ابنا يسوع. وإن شاء الله تكون صلاتنا من قلب محطة الام تي في لكل المشاهدين بلبنان وكل العالم، تكون سوا متحدين، تكون كنيسة وحدة للرب يسوع عم نعبر عن إيماننا وفرحنا، ونقول له للرب كل ما يصيبني هدية منك يا الله. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي الآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب، وأيضا يأتي بمجد العظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه. ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن يشهد له ويمجد، الناطق الأنبياء والرسل، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموت والحياة الجديدة في الدهر الآتي. آمين. وين بصوت طيب وطخ اعوا للبيت وخصود بهايك لوت كوتشو داحل طخ مريو دابرين وبزادي كوتخ لفاي صلاة على إيمة الموران قالوا قبيل قربونه لترحم عليهم هللويا قال الرب إنني الخبز المحيي الآتي من حضن الآب قوتا للعالم قابلاني حضن العذراء الأم الناقي العذراء مريم مثل حبات القمح في الأرض الخصبة صرت فوق المذبح قوتا للبيعة هاليلويا وخبز حياة. أيها رب الإله العظيم، يا من قبلت كرابين الأولين، اقبل ما حمل إليك أبناؤك هؤلاء من كرابين حبا لك ولاسمك القدوس، أزل عليهم بركاتك الروحية وبدل عطاياهم الزائلة، هب لهم الحياة والملكوت. آمين. لذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبيره الخلاصي من أجلنا، نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا جميعا الذين حسنوا لدى الله من آدم حتى اليوم، لا سيما الطباوية ولت الله مريم ومار مارون ومار شربل. أذكر اللهم آباءنا وأخوتنا الأحياء والأموات، أبناء البيعة المقدسة، بخاصة من نقدم من أجلهم هذه الذبيحة الإلهية على نية العاملين في مؤسسة الام تي في
وكل المشاهدين ولنجاتنا من فيروس كورونا، واذكر يا رب جميع المشتركين معنا اليوم في هذا القربان. آمين. هللويا لوالدة الله الأم العذراء، أنبياء والرسل والشهداء، والخدام الكهنة، جوق الأبرار، كل أولاد البيعة نحيي التذكار. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. آمين. أيها الآب إله السلام سيد الأمان، هب لنا جميعا وأهلنا أن نعانق بعضنا بعضا في نسمة من محبتك لا تنقطع بكبلة لا غش فيها، فنرفع إليك المجد والشكر الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لك يا مصباح الله، السلام للأسرار المقدسة الموضوعة عليك، السلام لكم يا خدام الروح القدس. ليعطي كل واحد منا السلام قريبه بمحبة وأمانة ترضي الله. أمامك يا رب ننحني لنقبل منك البركة والمعونة لضعفنا، لأنك للجميع الملجأ والمعين، وليك نرفع المجد والشكر الآن وإلى الأبد. آمين. ويا رب أضئ بوجهك علينا الآن وخلصنا من كل شر، وامحو جميع مخالفاتنا، فنرفع المجد والشكر إليك ولابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. محبة الله الآب، نعمة الابن الوحيد، شركة وحلول الروح القدس مع جميعكم يا إخوتي إلى الأبد. ومع روحك. لتكن أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى العلا. إنها لديك يا الله. لنشكر الرب متهيبين ونسجد له خاشعين. إنه لحق وواجب. حقا إنه لواجب ولائق أن نمجدك ونعظمك يا خالق جميع البرايا. إنا نمجدك مع الملائكة بأصوات التسبيح هاتفين مرنمين. قدوسا قدوسا قدوس أنت الرب القوي إله الصباح، السماء والأرض مملوءتان من مجدك العظيم، وشعنا في العلا مبارك للذي أتى وسوف يأتي باسم الرب. قد شويتا وساغي رحمة مريم طول دب رحمات نشطان شدرت بروح دلوخ العلم وبتولت مريم اتبصر أخد الفرقان وديلان. وفي اليوم الذي قبل آلامه المحية أخذ الخبز بيديه المقدستين وبارك وقدس وكسر وأعطى تلاميذه قائلا: سبخوا المناه كل خون هانو ديني تاو فغرو ديل دحلو فيكون وحلوف ساقية ماتكسى وماتيهاب حصاية حوبة والحاية دا العالم علمين. آمين. كذلك على الكأس الممزوجة خمرا وماء بارك وقدس وأعطى تلاميذه قائلا: سابشتاو من كل خون هانو دنيتاو
موديل دياتك احداته دحلو فيكون وحلو فساقية ما تساب وما تيها حصايا تحاوبة والحاية دا العالم علمي آمين. وبهذا أوصاهم وحضهم قائلا كل مرة تكملون هذه الأسرار تذكرون موتي وقيامتي حتى مشيئي. نذكر موتك يا رب ونعترف بقيامتك وننتظر مجيئك الثاني ونطلب منك الرحمة والحنان ونسألك مغفرة الخطايا فلتشمل مراحمك كلها. فيما نحن نذكر يا رب مجيئك الخلاصي ومجيئك الثاني نقدم لك التسبيح مبتهلين ألا تسلمنا بسبب خطايانا يوم تدين الأبرار والخطأ بل ترأف بنا وارحمنا واشح بوجهك عن خطايانا وعضدنا لهذا تضرع إليك بيعتك ورعيتك وبك ومعك إلى أبيك وهي تقول ارحمنا أيها الآب الضابط الكل ارحمنا. نحن أيضا يا رب أبناءك الخطأ فيما نقبل نعمك نشكرك عنها ومن أجلها كلها. إياك نسبح إياك نمجد إياك نبارك لك نسجد بك نعترف ومنك نطلب فاشفك اللهم علينا وارحمنا واستجب لنا. ما أرهبها ساعة أحبائي ينحدر فيها الروح الحي القدوس ويحل على هذا القربان الموضوع لتقديسنا فلنقف مصلينا خاشعين. استجبنا يا رب استجبنا يا رب استجبنا يا رب وليأتي روحك الحي القدوس ويحل علينا وعلى هذا القربان. فيجعل بحلوله هذا الخبز جسد المسيح إلهنا. آمين. ويجعل مزيج هذه الكأس دم المسيح إلهنا. آمين. فتكون هذه الأسرار لتنقية نفوس المشتركين فيها وأجسادهم من كل خطيئة وللحياة الأبدية. آمين. اقبل يا رب ابتهالنا وطلبتنا وامنح الأمانة لشعبك والسلام لرعيتك واحفظ رعاتنا مار فرانسيس بابا روما مار بشارة بطرس الراعي بطياركنا الانطاكي ومار بولس مطراننا وعضد الكهنة والشمامسة وخدمة بيعتك المقدسة ليكونوا متضرعين ومتوسلين إليك عنا نسألك يا رب. يا رب ارحم. واذكر يا رب من طلبوا أن نذكرهم ومن راموا أن يقربوا فما استطاعوا واذكر من يعضدون بيعتك المقدسة كن لهم سترا وملجأ لأنك مخلص الجميع نسألك يا رب. يا رب ارحم. اذكر يا رب المسؤولين المدنيين في بلادنا وفي العالم كله ألقي في ضمائرهم ما يعود على شعبك بالأمان والسلام نسألك يا رب. يا رب ارحم. اذكر يا رب جميع المرضى المتألمين لا سيما الذين أصيبوا بداء الكورونا واعطهم القوة والعزم لهم ولأهلهم وأقاربهم لأنه بك ومعك يتحقق ملكوت الأرض على السماء وأعطي المسؤولين الحكمة والشجاعة لنتمكن من غلب هذا داء ويشفى منه جميع البشر نسألك يا رب. يا رب وارحم. واذكر يا رب البتول القديسة والدة الله مريم ومعها جميع الأنبياء والرسل والشهداء والمعترفين ومار مارون ومار شربل ومار يوسف والقديسين كافة ساعدنا بصلواتهم وأهلنا لحظهم ونصيبهم نسألك يا رب. يا رب رب وارحم. اذكر يا رب الآباء الأطهار والملافنة الذين رقدوا واستراحوا بين القديسين واذكر من اجتهدوا فحملوا بشارتك إلى العالم كله وثبتوا بيعتك المقدسة في الإيمان المستقيم أعضدنا بصلواتهم وثبتنا في محبتك نسألك يا رب. يا رب ارحم. اشعل يا رب ذكرا صالحا لأبائنا وأخوتنا ومعلمينا وجميع الموتى المؤمنين
الراقدين هنا وفي كل مكان، اغفر لنا ولهم الخطايا والزلات، لأنهما من أحد بدون خطيئة إلى ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح الذي نرجو بواسطه المراحم وغفران خطايانا وخطاياهم. أرح اللهم الموتى واغفر خطايانا التي اقترفناها بمعرفة وبغير معرفة. سامحنا اللهم واغفر لنا ولهم، فيتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارك مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد. كما كان وهو الآن هكذا يكون إلى الأبد. آمين. وحتى يا رب لاهوتك بنا سوتنا وناسوتنا بلاهوتك حياتك بموتنا وموتنا بحياتك أخذ مالنا ووهبتنا مالك لتحيينا وتخلصنا لك المجد إلى الأبد لك المجد إلى يا قربانا شهيا قرب عنا، يا ذبيحا غافرا قرب ذاته لأبيه، يا حملا صار لنفسه حملا مقربا لتكن يا رب طلبتنا بمراحمك بخورا فنقربها بك لأبيك لك المجد إلى الأبد. كأبناء للآب السماوي وإخوة بالرب يسوع مننضم مع بعضنا ومنصلي ومنقول: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. آمين. لا تدخلنا يا رب في امتحان التجارب، لأننا لا قوة لنا عليها، بل نجنا من كل شر، لأن لك الملكوت والقدرة والمجد ولابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لجميعكم. ومع روحك. إحنا رؤوسكم أمام الله الرؤوف وأمام مذبحه الغافر وأمام جسد مخلصنا ودمه المحي لمن يتناوله، واقبلوا البركة من الرب. بارك يا رب الساجدين لك المنحنين أمامك الضارعين إليك، وأهلهم لمراحمك وغفران خطاياهم، لأنك كثير المراحم وعلى كل شيء قدير. وإليك نرفع المجد والشكر ولابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. نعمة الثالوث الأقدس الأزلي المتساوي في الجوهر معكم يا إخوتي إلى الأبد. ومع روحك. لينظر كل واحد منا إلى الله بتهيب وخشوع وليسأله الرحمة والحنان. اذكرني يا رب متى أتيت في ملكوتك الأقداس للقديسين بالكمال والنقاوة والقداسة. آب واحد قدوس، ابن واحد قدوس، روح واحد قدوس، تبارك اسم الرب لأنه واحد في السماء وعلى الأرض له المجد إلى الأبد. أهلنا أيها الرب الإله أن تتقدس أجسادنا بجسدك القدوس وتتنقى نفوسنا بدمك الغفور، وليكن تناولنا لمغفرة خطايانا وللحياة الجديدة. يا ربنا وإلهنا لك المجد إلى الأبد. جسد سيدنا يسوع المسيح اعتلي لمغفرة الخطايا وللحياة الأبدية. آمين. نفسي إليك أيها المسيح متى أتي وأحضر أمامك يا سيد. ذابت نفسي شوقاً
بك يا رب نعترف والتسبيح إليك نرفع من جسدك الذي أطعمتنا ودمك الحي الذي سقيتنا يا محبا للبشر ارحمنا. ارحمنا يا رب يا حنون يا رحوم يا محبا للبشر ارحمنا. من أجل الإيمان منصلي منصلي، من أجل الأمان منصلي منصلي، من أجلك يا لبنان منصلي منصلي. دخيلك يا عذراء علينا طلي طلي، وعاها الأرز الخضرة اسمك علي علي، وعا درب الإيمان عنا لا تتخلي تتخلي، وقدامك لبنان صغير صغير عم بيصلي، صغير عم بيصلي. السلام لجميعكم. ومع روحك. ابسط أيها الرب يسوع يمينك، بارك شعبك، احفظهم بصليبك، كن لهم سترا وملجأ، وكملهم بفيض بركاتك، فنرفع معهم المجد والشكر إليك وليابيك المبارك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. اذهبوا بسلام يا إخوتي وأحبائي مع الذاد والبركات التي نلتموها مذبح الرب الغافر، ولتصحبكم جميعا بركة الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس له المجد إلى الأبد. آمين. يا شعبي وصاحبي أين عهد الإيمان؟ أين الوفا بالحب والودد والرد والقاتل والعدو؟ دفعتم سخائي كم عنين قم سقي أشفاه تي
وعلى الندامة والمحبة. يا سيدنا يسوع المسيح، إننا نادمون من صميم قلوبنا لأننا هناك بأفعالنا السيئة واستحققنا منك القصاص بعذابات زمنية ونيران جهنم الأبدية، وخسرنا لذات ملكوتك السماوي، ولا سيما لأننا هن محبتك الأبوية. يا من أنت إله صالح مستحق محبة جميع خلائقك الدنية، ونعزم العزم الثابت بعدم الرجوع إليها، ونقبل الموت ألف مرة ولا نرتكب خطيئة واحدة مميتة، فنسألك بمحبتك لوالدتك الكل قدسها مريم العذراء، وصفيك البار مار يوسف البتول، وبجرح جنبك الطاهر، أن تمنحنا نعمتك لنحيا ونموت بها. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. أمين. المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الدائرين. أمين. تشبحت المريض فوق العود ممدود قدوس الله، جرح من أعلى الرأس حتى الأقدام، كل قبر فوه مفتوح، كل صخر مصدوع واهي، قلب مبديع الكل مطعون دامي، يجري منه الغفران يروي المعمورة. قامت مريم بنت داود حذاء العود، تندب ابنها المصلوب بأيدي الجنود، رمح الحزن غائر في نفسها ومن ألمي غابت عن حسها، ثم فاقت الوليدة وصاحت يا ولدا حبيبي حبيبي Zayinina
أدبارنا لنخدمك على الدوام مدى الساعات والأيام. نعمة سيدنا يسوع المسيح تكن معكم دائما، وذكر آلامه المقدسة وقوتها تستقران في قلوبكم، ورسم صليبه الظافر ينجيكم من جميع أعدائكم باسم الآب آمين والابن آمين والروح القدس آمين. وحبيبي وحبيبي سلم الموت إلي فتسلمنا حياة من جراحات يدي كل ميت عاد حيا والتقى